اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نتعلم برنامج باوربوينت خلال نصف ساعة. برنامج باوربوينت هو من اشهر البرامج المستخدم في انشاء العروض وتحريكها. طبعا هذا البرنامج سهل جدا ويعتبر من اسهل برامج مايكروسوفت اوفيس، وفي نفس الوقت نستطيع اخراج عروض تقدمية رائعة ومبهرة. طبعا بعد ما نفتح البرنامج راح نشاهده بهذه الطريقة. طبعا هذا المكان يسمى الشريحة، وطبعا هنا عندنا صورة مصغرة للشريحة، وعندنا هنا طبعا القوائم او تبويبات البرنامج. طبعا في البداية عندنا الصفحة الرئيسية وبها مجموعة من الأوامر. حاليا أهم هذه الأوامر هو هذا الجزء الخاص بإنشاء شريحة جديدة. حتى نضيف شريحة جديدة من الصفحة الرئيسية نجي إلى شريحة جديدة، وطبعا عندنا مجموعة من القوالب. أنا أنصح دائما باختيار قالب فارغ. طيب شنو هذه القوالب؟ إذا نجي للشريحة الأولى عندنا هذا قالب، عندما أنقر هنا استطاعتي كتابة أي نص أنا أريده. طبعا هذا يسمى قالب، هو عبارة عن مربع نص جاهز بإمكاننا أن نضيف به النصوص، ولكن هذه مربعات النص بشكل عام لا تتلائم مع المحتوى العربي، لذلك يفضل أنه نحذف هذا القالب وتكون الشريحة بلون أبيض فقط. طيب شلون نحذف هذا القالب؟ نضغط بالكليك الماوس الأيسر ونبقى ضاغطين ونسحب لليسار بهذه المنطقة، ومن ثم ديليت من لوحة المفاتيح، أصبح عندنا شريحة فارغة. وحتى نضيف شريحة جديدة نجي إلى الصفحة الرئيسية، شريحة جديدة، ومن ثم فارغ. طيب كيف أضيف مربع نص أو كيف أضيف النصوص؟ أفضل طريقة لإضافة النصوص هو من قائمة إدراج، ومن ثم عندنا مربع نص بهذا الشكل. نرسم مربع النص طبعا مع النقر والسحب بكليك الأيسر، ونكتب مثلا دورة باوربوينت. طيب الآن لو حبينا نكبر هذا النص راح نحدد النص كما في برنامج وورد، ومن ثم نرجع إلى الصفحة الرئيسية، وطبعا عندنا هذا الجزء هو لتكبير النص وهذا الجزء لتصغير النص كما تم شرحه في برنامج وورد تماما. وطبعا عندنا اللون وبولد وبقية تنسيقات النصوص. طيب ايضا اذا نجي الى قائمة ادراج عندنا مجموعة من الامور اللي ممكن ندرجها داخل برنامج باوربوينت. من ضمن هذه الامور والاهم هي الاشكال، فنجي الى ادراج اشكال، نضغط على هذا السهم راح تظهر عندنا مجموعة من الاشكال بامكاننا ندرجها داخل برنامج باوربوينت. من ضمن هذه الاشكال مثلا الدائرة والمربع والمثلث، وليكن راح نختار المربع او المستطيل، وراح نرسم. طبعا الرسم يكون النقر بالكليك الايسر والسحب الى ان يصبح عندنا الشكل بالحجم المطلوب. طيب بمجرد انه نرسم الشكل راح تظهر عندنا قائمة جديدة اسمها قائمة تنسيق، وقائمة تنسيق تحتوي على مجموعة من التنسيقات. من ضمن هذه التنسيقات اسفل كلمة تنسيق عندنا تعبئة الشكل والمخطط التفصيلي للشكل. من خلال تعبئة الشكل نضغط على السهم الخاص بالتعبئة، وطبعا نختار لون التعبئة المطلوب مثلا اللون الأصفر، ومن خلال المخطط التفصيلي نضغط على هذا السهم وراح تظهر لنا مجموعة من الألوان، وطبعا نقدر من خلال هذا الجزء نغير الإطار الخاص بالشكل. أيضا بإمكاننا أنه نحذف الإطار من خلال نختار بلا مخطط تفصيلي. أيضا بإمكاننا أنه نختار إطار ولكن بسمك معين من خلال المخطط التفصيلي، أيضا الوزن، ونختار سمك خاص بالإطار وليكن السمك اللي هو 3 نقطة. طيب الآن أصبح عندنا بالشريحة الأولى نص وشكل. لو ذهبنا إلى الشريحة رقم 2 بإمكاننا أنه نغير لون الخلفية من خلال نضغط كليك أيمن، ومن ثم نختار تنسيق الخلفية، راح تظهر لنا هذه النافذة بهذه الطريقة. طبعا عندنا مجموعة من الألوان أو التعبئات الخاصة بالخلفية، تعبئة خالصة أي المقصود بها لون واحد. طبعا نضغط على هذه العلامة ونختار اللون المطلوب مثلا هذا اللون،
وعندنا طبعا تعبئة متدرجة، بإمكاننا أيضا نختار مجموعة من التدرجات الموجودة مسبقا، وتعبئة صورة بإمكاننا نختار صورة أو مادة، وتعبئة النقش، وطبعا أيضا بإمكاننا نختار خلفية أو background على شكل باترن أو نقش. راح نرجع إلى تعبئة خالصة، نختار لون باهت وليكن هذا اللون. وحتى نتخلص من هذه النافذة عندنا خيارين. الخيار الأول هو تطبيق على الكل، إذا اخترنا هذا الخيار راح يطبق لي الخلفية على كل الشرائح الموجودة، وبإمكاننا أيضا نخرج بهذا الخيار من خلال إغلاق. الآن لو حبينا نضيف شريحة جديدة من الصفحة الرئيسية، شريحة جديدة، نختار فارغ. إذا لاحظ أن الشريحة الجديدة راح تجينا بنفس اللون اللي تم تطبيقه أخيرا. ولو حبينا نرجع الألوان إلى اللون الأبيض، طبعا نضغط كليك أيمن تنسيق الخلفية ونختار اللون الأبيض بهذا الشكل، ومن ثم تطبيق على الكل ونخرج. إذا لاحظ أنه راح يرجع اللون بشكل مباشر. لو أجينا إلى قائمة إدراج وأجينا إلى الأشكال، وطبعا أضفنا شكل مستطيل مثلا بهذا الشكل، وطبعا بعد إضافة الشكل راح تظهر عندنا قائمة تنسيق. نجي إلى تعبئة الشكل، راح نختار لون أحمر مثلا. ولو أجينا إلى إدراج ومن ثم مربع نص ورسمنا بهذه الطريقة وكتبنا مثلا عالم بهاء الاحترافي، طيب راح نجي نظلل النص ونكبر هذا النص. بإمكاننا وضع هذا النص أعلى المستطيل، أيضا بإمكاننا نكبر النص وطبعا نعطي بولد، نغير لونه إلى اللون مثلا الأبيض، مثل ما نلاحظ أنه راح يكون عندنا النص أعلى أو فوق شكل المستطيل. فقط ملاحظة مهمة جدا، لو أجينا إلى شريحة رقم 1 وطبعا خلينا الشريحة بهذه المنطقة بالمنتصف، والنص نزلناه فوق المستطيل الأصفر، إذا لاحظ أنه النص راح يختفي خلف المستطيل وليس أمام المستطيل. المشكلة أنه تم إنشاء النص أولا ومن ثم تم إنشاء طبقة الشكل، أي أن طبقة الشكل هي أعلى من طبقة النص. حتى نخلي النص يكون بالمقدمة، نضغط على النص كليك أيمن ونختار إحضار إلى المقدمة. إذا لاحظ أنه النص راح يكون بالمقدمة فوق شكل المستطيل. جيد. إذا أجينا إلى الشريحة رقم 2 من قائمة إدراج ومن ثم نجي إلى الصور، طبعا من خلال هذا الخيار نقدر نضيف صورة إلى برنامج بوربوينت، ولتكن مثلا هذه الصورة. مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندي صورة بداخل الشريحة، بإمكاني أنه أضيف هذه الصورة وأضيف صورة أخرى من خلال أيضا قائمة إدراج ومن ثم الصور. لما نلاحظ أصبح عندنا صورة أخرى لبرنامج بوربوينت. أيضا بإمكاننا أنه هذه الصورة تكون بشكل كبير، وطبعا حتى نحذف الصورة نحددها ونضغط على ديليت. أيضا بإمكاننا أنه من قائمة إدراج أشكال نضيف أشكال، طبعا مثل ما نلاحظ أنه الشكل اللي تم رسمه أصبح فوق الصورة. ليش؟ لأن تم إضافة طبقة الصورة أولا ومن ثم طبقة المستطيل، وآخر طبقة تم إضافتها راح تكون بالمقدمة دائما. حتى نخلي هذا الشكل يكون خلف الصورة، نضغط على الشكل كليك أيمن ونختار إرسال إلى الخلفية، وطبعا حتى نغير الشكل نضغط عليه كليك ونروح إلى قائمة التنسيق ونختار اللون المطلوب، أي لون نشوفه مناسب وليكن هذا اللون مثلا، وراح نكتب بهذا الشكل نص معين من خلال إدراج ومن ثم مربع نص، نرسم بهذه الطريقة وراح نكتب دورة بوربوينت. راح نكبر النص وطبعا نعطيه بولد، ولا بأس انه بوربوينت تكون بالاسفل من خلال نضغط كليك ومن ثم انتر. طبعا توسيط كل الاشكال لابد انه نحددها ونعطيها توسيط ومن ثم بولد، ومثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا بهذا الشكل نص معين أعلى الشكل. طيب الآن حتى نمسح الشرائح الموجودة، نحدد الشريحة ونضغط على ديليت من لوحة المفاتيح.
ايضا هذه الشريحة نحددها وديليت من لوحة المفاتيح، وايضا هذه الشريحة ديليت من لوحة المفاتيح. حتى نضيف شريحة جديدة نذهب الى الصفحة الرئيسية ومن ثم نختار فارغ. الان راح نضيف صورة بهذا العرض من خلال ادراج صورة، مثلا هذه الصورة. طبعا بامكاننا ان نكبر الصورة بهذا الشكل. ايضا بامكاننا نضيف شريحة جديدة من خلال الصفحة الرئيسية، وطبعا شريحة جديدة فارغ. راح نضيف شريحة اخرى ايضا، يصير عندنا ثلاث شرائح. نذهب الى الشريحة رقم 2 ومن ثم ادراج، راح نضيف صورة اخرى للشريحة رقم 2 وصورة للشريحة رقم 3، وليكن هذه الصورة. طبعا بامكاننا نكبرها. وطبعا هذه الصورة الثالثة. اذا لاحظ انه اصبح عندنا ثلاث شرائح، كل شريحة لها صورة. لو حبينا انه نعرض هذه الصور الثلاثة بطريقة لطيفة وجميلة، كل ما علينا انه نضيف انتقالات ما بين الشرائح. طيب كيف نضيف انتقالات ما بين الشرائح؟ نحدد هذه الشريحة ونذهب الى قائمة انتقالات. مثل ما نلاحظ عندنا مجموعة من الانتقالات، وايضا عندنا هذا الجزء او هذا السهم، اذا نضغط عليه راح تطلع لنا مجموعة اخرى من الانتقالات. مثلا راح نختار هذا الجزء اللي هو تداخل، ونجي الى الشريحة رقم 2 وايضا نضيف لها انتقال، وليكن مثلا راح نختار اشكال ورقية، ونجي الى الشريحة رقم 3 ونضيف انتقال، ونختار مثلا رقعة الدامة. طبعا هذه الانتقالات تختلف من نسخة الى نسخة، ممكن هذه الاشكال الورقية ما متوفرة بالنسخة 2010، المهم متوفرة مجموعة اخرى من الانتقالات. طيب الان احنا ضفنا انتقالات لهذه الشرائح، وطبعا حتى نعرف انه هذه الشرائح بها انتقالات، على اليمين بجانب الرقم اكو عندنا هنا نجمة، اي معنى انه هذه الشرائح لها انتقالات. وحتى نبدأ العرض او ننتقل بشكل مباشر، نضغط على المفتاح F5 من الكيبورد اذا كان عندنا ديسكتوب، واذا كان لابتوب نضغط على المفتاح F1 بالاسفل مع F5 من الكيبورد، او في حال لو انه ما حبينا نستخدم الاختصارات نذهب الى الشريحة رقم 1 نحددها، وبالاسفل بهذه المنطقة نضغط على هذا الجزء او هذه العلامة اللي هي علامة عرض الشرائح. مثل ما نلاحظ انه العرض راح يبتدئ بهذه الطريقة، نضغط على انتر من الكيبورد راح تتبدل عندنا الصور او الشرائح بهذه الطريقة، بطريقة بسيطة وجميلة. حتى ننهي العرض نضغط على اسكيب من لوحة المفاتيح اللي صايرة بالركن الاعلى يسارا. جيد، طبعا هذا هو الانتقالات او الانتقال ما بين الشرائح. راح نحذف هذه الشرائح من خلال انه نحددها بهذه الطريقة ومن ثم ديليت، ومن الصفحة الرئيسية راح نضيف شريحة جديدة بهذه الطريقة، وراح نضيف من ادراج اشكال شكل مستطيل مثل ما تعلمنا سابقا، وايضا من ادراج اشكال راح نضيف شكل دائرة، ومن ادراج اخيرا راح نضيف شكل مثلث. راح نغير الالوان، مثلا المربع راح يكون لونه ازرق من قائمة التنسيق، والدائرة راح يكون لونها احمر مثلا، بامكاننا نختار اللون بهذه الطريقة، والمثلث مثلا اخضر بهذا الشكل. لو حبينا نحرك المربع او الدائرة او شكل المثلث، طبعا الموضوع سهل جدا، كل ما علينا انه نضيف حركات. طيب قبل شوية احنا ضفنا انتقالات من هذه القائمة. الانتقالات تضاف للشرائح، اي الحركة تكون ما بين الانتقال من شريحة الى شريحة، ولا يتم اضافة حركات للاشكال والصور اللي بداخل الشريحة، فقط عندما ننتقل من شريحة الى شريحة. لو حبينا نحرك الاشياء اللي بداخل الشريحة نذهب الى قائمة حركات، وطبعا الموضوع سهل جدا، عندنا مجموعة من الحركات، احدد الشكل اللي اريد اضيف له حركة واختار واحد من هذولي الحركات. مثلا راح نختار هذا اللي هو تحرك الى الداخل، والدائرة مثلا راح نختار الشكل المستطيل، وطبعا عندنا هنا المثلث مثلا راح نختار النمو وتحول.
الآن هذه الأشكال ثلاثة أصبح بيهن حركة، وحتى نعرف أنه هذه الأشكال بيهن حركة عندما نذهب إلى قائمة حركات راح تظهر عندنا أرقام بجانب كل شكل، أي أن هذا شكل بي حركة وهذا شكل أيضا وهذا شكل أيضا. وطبعا هذه الأرقام تدل إلى تسلسل الحركات، أي أن هذا الشكل راح يعرض أولا ثم تعرض الدائرة ثم يعرض المثلث. وحتى نعرض الحركات نضغط على هذا الجزء اللي بالأسفل اللي هو عرض الشرائح، وطبعا الحركات غير ظاهرة الآن، لابد أنه نضغط على أي مفتاح من الكيبورد أو الماوس حتى تظهر عندنا الحركة. عندما أنقر بالكيبورد راح يظهر عندنا المربع، وعندما أنقر مرة أخرى راح يظهر عندنا الدائرة، وعندما أنقر مرة أخرى راح يظهر عندنا المثلث. وحتى أنهي العرض أضغط على سكيب من لوحة المفاتيح. طيب لو حبيت ألغي الحركات أحدد هذه الحركات كلها، أو ألغي الحركات جزء جزء أحدد هذا الجزء، ومن قائمة حركات أختار بلا. بلا أي معناه بلا حركة. أيضا أحدد الدائرة ومن حركات بلا حركة، وأيضا أحدد المثلث وبلا حركة. طيب راح أمسح هذه الأشكال وراح أضيف شكل مستطيل بهذا الشكل، وراح يكون لونه أصفر وليكن بهذا الحجم، ومن ثم راح أضيف نص من خلال إدراج وأختار مربع نص بهذا الشكل. راح أرسم نص وأكتب مثلا عالم بهاء الاحترافي. طيب راح أجي أحدد النص كله بشكل عام، ومن ثم بولد توسيط، وأخلي النص بهذا الشكل. ممكن أكبر النص بعد أكثر، وطبعا إذا أصبح عندي النص سطرين فقط أكبر حجم مربع النص حتى يكون عندي مربع النص كافي لاحتواء النص. طيب الآن لو حبيت أضيف حركة للشكل وحركة أيضا للنص، بحيث تظهر عندي حركة الشكل أولا ومن ثم تظهر عندي حركة النص. طيب أول جزء أريده يظهر عندي بالعرض لازم هو أبدأ بيه بالحركة، فراح أحدد الشكل ومن قائمة حركات راح أختار مثلا هذا الجزء، ومن ثم أحدد النص، لابد أنه يظهر عندي هذا مربع النص، وأيضا من قائمة حركات راح أختار مثلا هذا الجزء اللي هو نمو وتقلص. مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا حركتين، حركة للشكل وحركة للنص. أيضا بإمكاني أدرج صورة وأضيف لها حركة، مثلا هذه الصورة بهذا الشكل أصغرها، وأيضا من قائمة حركات نضيف مثلا هذه الحركة. إذا لاحظ أنه أصبح عندي ثلاث حركات، حركة للشكل والحركة للنص وحركة للصورة. حتى أعرض هذه الحركات أنقر على هذا الجزء اللي هو عرض الشرائح، راح ألاحظ أنه الشاشة فارغة أي أن الحركات غير ظاهرة. حتى أظهرها أنقر على أي مفتاح بالكيبورد أو الماوس، مثل ما نلاحظ الحركة الأولى، الحركة الثانية والحركة الثالثة، وطبعا راح أنقر سكيب من لوحة المفاتيح حتى أنهي العرض. طبعا حتى نحصل شهادة لبرنامج باوربوينت لابد أنه ننفذ الواجبات والمهام الخاصة بالبرنامج، واللي هي راح نبينها الآن. المهمة الأولى، طبعا راح نحذف هذه الشريحة. المهمة الأولى من قائمة الصفحة الرئيسية نضيف شريحة جديدة ونضيف شكل مستطيل بهذا الشكل، وطبعا هذا الشكل يكون بهذا الحجم، يكون لونه أصفر، فضل أنه يكون لونه أصفر هذا اللون أو هذا اللون، والمخطط التفصيلي يكون أحمر وطبعا بوزن بهذا الشكل. طيب الآن راح نضيف نص بمربع النص هذا الشكل، وكل متدرب يكتب اسم الثلاثي، مثلا أنا راح أكتب اسمي. بهذا الشكل نكبر حجم النص، ومن ثم بولد بهذه الطريقة، وأيضا طبعا نضيف نص من إدراج مربع نص، وبهذه الطريقة نكتب دورة باوربوينت. طبعا نكبر حجم النص بهذا الشكل، ومن ثم بولد، وراح نختار لون
أحمر للنص، ممكن نختار توسيط. طبعا هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني راح أيضا من الصفحة الرئيسية شريحة جديدة، راح نضيف صورة على كبر حجم الشريحة من خلال إدراج صورة. مثلا هذه الصورة تم إضافتها، طبعا كل واحد يختار صورة ويضيفها بالشريحة. الواجب الثالث من الصفحة الرئيسية شريحة جديدة، راح نضيف شريحة فارغة وراح نغير تعبئة هذه الشريحة إلى لون من خلال ننقر كليك أيمن تنسيق الخلفية ونختار أحد هذه التعبئات، مثلا تعبئة خالصة أو متدرجة. مثلا راح اختار تعبئة متدرجة وأغلق. الواجب الرابع من خلال الصفحة الرئيسية، وطبعا راح نضيف شريحة جديدة وراح نضيف ثلاثة أشكال الشكل، مثلا المربع بهذه الطريقة بهذا الشكل، وراح نضيف لون لهذا الشكل المربع مثلا اللون الأخضر. وطبعا راح ندرج صورة من قائمة إدراج بهذا الشكل. طبعا هذه هي الصورة، مثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا الصورة والشكل بآن واحد. وايضا من قائمة ادراج راح نضيف دائرة بهذا الشكل، طبعا راح يكون لونها مثلا احمر او اصفر او اي لون اخر. الواجب هو اضافة شكل لنص الشريحة، والنص الاخر راح يكون صورة مع اضافة دائرة تجمع الصورة مع الشكل. أما الواجب الخامس من الصفحة الرئيسية شريحة ونختار فارغ، راح نضيف ثلاثة أشكال أيضا، شكل مستطيل وراح نعطي لون أزرق، وطبعا شكل مثلث بهذا الشكل، ومن إدراج أيضا راح نختار شكل دائرة. طبعا راح نغير ألوان هذه الأشكال، مثلا أخضر للمثلث وبرتقالي للدائرة. وطبعا من قائمة حركات راح نحدد الشكل المستطيل، ومن قائمة حركات راح نضيف حركة، وطبعا مثلا هذه الحركة الأخرى. يجب ظهور هذه الأرقام للأشكال حتى يدل أنه تم وضع حركات لهذه الأشكال، أي أن هذا الواجب هو إضافة حركة أو حركات للأشكال. طبعا حتى تظهر عندي هذه الأرقام لابد أنه إحنا بقائمة حركات، لو إحنا بالصفحة الرئيسية ما راح تظهر عندي هذه الأرقام، فأروح إلى قائمة حركات راح يتم ظهور الحركات. وطبعا الواجب الأخير راح نضيف جدول، والجدول طبعا سهل جدا وتم شرحه في برنامج وورد. من خلال الصفحة الرئيسية راح نضيف شريحة جديدة، ومن ثم راح نضيف جدول من خلال إدراج ومن ثم جدول، وطبعا راح نضيف جدول مثل ما تعلمنا في برنامج وورد. طبعا هذا هو الجدول، يضاف بشكل سهل. أيضا من قائمة إدراج نقدر نضيف فيديو وطبعا شكل صوت حتى يتم عرض الفيديو والصوت بالتصميم أو بالعرض بشكل كامل. طبعا هذا هو برنامج باوربوينت، برنامج سهل جدا وبسيط، وباستطاعتنا نعمل به تصاميم رهيبة وجميلة بسرعة عالية. ضروري جدا عمل الواجبات وطبعا ارسال هذه الواجبات لكي يتم الحصول على الشهادة، وطبعا شهادة راح تكون مترجمة باللغة الإنجليزية تثبت معرفتك بالبرنامج. أخيرا قبل ما نختم الدورة راح نتعلم كيفية حفظ هذه الشرائح على شكل صورة. طبعا نذهب إلى قائمة ملف ونذهب إلى حفظ باسم، وطبعا نختار مكان الحفظ وليكن مثلا سطح المكتب، ومن ثم راح نختار اسم وليكن مثلا وليكن تمرين. بهذا الجزء حفظ كنوع نضغط عليه راح تطلع لنا مجموعة من الامتدادات. طبعا لو حبينا نحفظ الشرائح على شكل صور نختار JPEG بهذه الطريقة، ومن ثم حفظ،
راح تظهر لنا هذه النافذة. طبعا يطلب من عندنا البرنامج نحدد الحفظ لكافة الشرائح أم لشريحة واحدة. راح نختار كافة الشرائح وطبعا نضغط على أوكي. إذا لاحظ أنه تمرين بهاء، طبعا هذا هو التمرين وهذا الملف اللي تم حفظه، حفظنا الشرائح كلها على شكل صور، بإمكاننا أنه نعرضها بالإنترنت أو نرسلها بالسوشال ميديا. إن شاء الله يكون هذا الشرح واضح ومفيد. نلتقيكم بدورة أخرى بإذنه تعالى.